بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الأخت سائلة أم إبراهيم تقول: حدثونا عن التقوى وعن حقيقتها، وأيضا أسأل من ليس عنده علم كيف يكون متقيا لله كحالنا نحن ربات البيوت، أجيبونا على ذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كلمة التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، وكل خصال الخير والعبادات كلها تقوى لله عز وجل. سميت بذلك لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل. والله قد أمر بالتقوى ووصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في خطبه الجمعة وغيرها: يا أيها الناس اتقوا الله. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. فتقوى الله مأمور بها جميع الخلق، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحاجة الناس إليها، وتفسيرها هي فعل أوامر الله جل وعلا رجاء لثوابه، وترك المعاصي والمخالفات خوفا من العقاب. هذه حقيقة التقوى. وعلى المسلم أن يتقي الله دائما وابدا، وهي خير الزاد، كما قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والمتقي أكرم الخلق، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس العبرة بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه، وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم محمد. وكل يتقي الله على حسب استطاعته. العالم تقوى الله في حقه آكد، لأنه يعلم، والعام كذلك يتقي الله ويترك الحرام ويرجع إلى العلماء فيما أشكل عليه ليتجنب ما لا يجوز، ويتقي الله بحسب استطاعته واجتهاده. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أحسن الله إليكم. محمد السفاري يقول: بعض الناس يجهل الأحكام المتعلقة بأحكام الطلاق، فما خطر التهاون بهذه الألفاظ، ألفاظ الطلاق، وما الحكم في ذلك مأجوري؟ كل أحكام الشريعة يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعرفها، التي تتعلق بالأشخاص، أما التي تتعلق بالمجتمع وتتعلق بالخصومات فهذا فرض كفاية، أما ما يتعلق بالشخص نفسه كل بحسبه فهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم. ومن ذلك أمور الطلاق، فيجب المسلم أن يعرف متى يطلق وكيف يطلق وما هي أحكام الطلاق حتى يكون على بصيرة، وإذا أشكل عليه شيء من ذلك يسأل أهل العلم. إنما شفاء العي السؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الهدية ولمن تعطى، وما هي الأحكام المتعلقة بها مأجورين؟ الهدية مستحبة لما يترتب عليها من الألفة والمحبة والصلة، وتعطى للأقارب أول شيء والأصدقاء، وتعطى أيضا لسائر الناس ممن في عطائه مصلحة له وتقريب له، تحبيب له، تأليف له. تعطى الصدقة للخواص
وتعطى أيضا للعامة لما فيها من الخير التي هي الهدية، كلام عن الهدية. نعم، أحسن الله. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، قال إن الهدية تسل السخيمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الشيخ، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته بعد وفاته، نأمل منكم بيان ذلك مأجورين. نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم من باب التحذير والنهي عن الافتراق: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا. والمطلوب الاجتماع على الحق، على الدين والعقيدة، هذا هو المطلوب. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل افتراق، وأوصى عند ذلك بالتمسك بسنته والعمل بما هو عليه هو أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرق، افترقت النصارى على 72 فرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرق، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا نجاة من الاختلاف والافتراق إلا بالتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل دخل المسجد وهو مسافر، فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فدخل معهم، ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس، فهل فعله صحيح أم لا؟ نعم، إذا دخل معهم وهم يصلون العشاء وهو بنية المغرب فلا مانع من ذلك، وكما فعل هذا السائل أنه إذا أتى بالثلاث ركعات يجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام. نعم. تقول الأخت السائلة: هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل؟ وماذا تفعل المرأة إذا كان الشعر طويل؟ هل تمسحه إلى نهايته وترجع، أم يكفي المسح إلى حد رأس الرجل؟ نعم، إلى حد الرأس من الرجل والمرأة، حد الرأس، ولا ينزل إلى الكتفين وإلى الظهر لا، يمسح ما على الرأس. ومسح المرأة مثل مسح الرجل، أن تضع يديها مبلولتين بالماء على مقدم رأسها، ثم تمرهما إلى قفاها، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يقول السائل: شيخ، ما الأجر المترتب على صلاة الجنازة؟ لأننا نرى البعض من الناس عندما يصلي الفرض ويكون هناك جنائز يخرج ولا يصلي على هذه الجنازة. صلاة على الجنازة فرض كفاية فلا بد منها، وإذا صلى عليها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، حصل المطلوب، ولكن تبقى في حق البقية سنة، فيها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من حضر الجنازة أو من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن حضرها وتبعها حتى تدفن فله قراطان من الأجر. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فأجر عظيم، الذي يخرج ولا يصلي على الجنازة قد حرم نفسه من هذا الخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: توفي والدنا رحمه الله وعليه زكاة مال، ثم تم تقدير هذا المبلغ قبل وفاته، فهل يلزم الورثة أن يقوموا بإخراجها من ماله، علما بأنهم اختلفوا في هذا الأمر؟ الزكاة دين في ذمة الإنسان، وإذا مات من عليه زكاة فإنها دين باقية في ذمته، فتخرج من ماله قبل المواريث وقبل الوصايا، تخرج من ماله، يخرجها الوكيل من مال الميت، لأنها دين عليه لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا مزارع يكثر فيها المشمش والخضار، ونحن نقوم بتجفيف ذلك ونبخره كما يجفف التمر ويبخر، فهل فيه زكاة إذا بلغ 5 أوسق؟ الشأن في الخضار والفواكه أنها لا تدخر، إنما الزكاة في كل حب وثمر يدخر، يكال ويدخر، في كل حب وثمر يكال ويدخر. وأما الفواكه فإنها تؤكل في الحال، ولا ورد أنها تزكى في نفسها، ولكن إذا اجتمع لديه شيء منها يريد أن يبيعه فإنها تصبح عروض تجارة، زكيها زكاة العروض. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد شرك اسمه شرك المعاصي، وهو كما في قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هل يفهم من هذه الآية بأن الإنسان ربما يتخذ إله فيقع في الشرك؟ نعم، اتباع الهوى هذا شرك لأنه
أنه اتخذه إلها، والذي يتخذ إلها معناه أشرك بالله، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. قل من يسلم من هذا، هو شرك أصغر، وعلى المسلم أن يحذر منه، وأن يقدم ما أوجب الله عليه ولا يتبع هواه، وأن يتبع ما سمع من كلام الله وكلام الرسول، ولو خالف هواه يتبع ما جاء عن الله ورسوله، ولو كان لا يهوى هذا، يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على ما تهواه نفسه، هذا هو المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ، كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام في بقية السنة وفي الأشهر، وهل كان الرسول يكثر من الصيام في شهر الله المحرم؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، يصوم من السنة حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، يكثر من الصيام ويكثر من الإفطار، ويكثر من صوم شهر شعبان، ويكثر من الصوم في شهر شعبان، ويكثر من الصوم في شهر المحرم. فهناك أوقات يستحب صيامها، يتأكد صيامها، مثل شعبان، مثل شهر الله المحرم، مثل يوم الخميس وجمعة، 3 أيام من كل شهر، يوم عرفة في غير الحاج، 10 ذي الحجة، هذه يستحب صيامها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول، ما حكم مسابقة الإمام، وهل تبطل الصلاة في هذا الأمر؟ لأننا نرى بعض الناس يسبق الإمام في الركوع والسجود والقيام. إذا ركع قبله ولم يعد ويأتي بالسجود بالركوع بعده، أو سجد قبله ولم يعد ويأتي بالسجود بعده، تبطل صلاته. أما إذا يعني غفل وركع قبله وسجد، فإنه يعود ويأتي بالركوع والسجود بعد الإمام، ويستدرك صلاته صحيحة إذا فعل ذلك. أما إن استمر ولم يعد فإن صلاته تبطل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا شيخ، قد أضطر للسفر وأنا صائم بعد الظهر مثلا، فهل يجوز لي أن أفطر، وهل في هذا قطع وإبطال للعمل؟ نعم. يقول، قد أضطر للسفر وأنا صائم مثلا، فهل يجوز لي أن أفطر، وهل في هذا قطع وإبطال للعمل؟ إن كان يقصد يعني إكمال اليوم الذي نعم. الذي سافر فيه أثنائه وهو صائم، فالأفضل أو الواجب عند بعض العلماء أنه يكمل اليوم الذي بدأه وصامه في الحضر ثم سافر، الأفضل أو الواجب أنه يكمل، وأما ما بعده فإنه إن شاء أفطر وإن شاء صام، قوله تعالى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. يقول السائل، في صلاة الوتر إذا صليت واحدة فماذا أقرأ فيها، وما أدري الكمال في صلاة الوتر؟ تقرأ فيها ما تقرأه مع الشفع، أو ما تقرأ فيها بالفاتحة وسورة الإخلاص، هذا في ركعة الوتر، فاتحة وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سواء أوترت بركعة واحدة أو شفعت بركعات قبلها. نعم. يقول، هل الأجر واحد إذا صليت الوتر في أول الليل أو في آخره؟ الأجر فيه أجر والله الحمد، في كل الليل، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، الوتر في آخر الليل لمن يثق في قيامه أفضل من الوتر في أول الليل، وأما من لا يثق في قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام من أول الليل. لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث وحفظ السنة ثم ينام، قال له النبي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، خشية أن يترك الوتر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول، ما حكم عبارة توكلت عليك إذا انتابه أمر؟ توكل عبادة ولا يجوز إلا لله، فلا يقول توكلت عليه، ما يقول توكلت على الله، على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا أنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، هذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله، وإنما يقول للشخص وكلتك على كذا وكذا، وكلتك، فوضتك، عمدتك، وما أشبه ذلك. نعم. هذا السائل يقول، مجموعة من الأشخاص في دورة يسكنون في مكان واحد، هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسجد، أو يلزمهم الخروج إلى المسجد في دورة؟ إيه، هم في دورة منتدبين يصلون جماعة. نعم، إذا كانوا في دورة منتدبون في يسكنون في بيت، كلهم يسكنون في بيت وعندهم مسجد ويسمعون الأذان، إنه يجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا مع المسلمين، يصلون في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأما إذا لم يكن حولهم مسجد ولا يسمعون الأذان فإنهم يصلون في مكان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، شيخ، ما حكم هذه العبارة تكتب عادة لكم
لهم خالص تحياتي أو لك خالص شكري؟ لا أعلم في هذا مانعا، لا أعلم في هذا مانعا. وخالص يعني معناه أنه ما فيه نفاق أو فيه يعني تملق، وإنما هو تحية خالصة. قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا أسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندما قال الصحابي الجليل أحبرته لك تحبيرا، كيف يجاب عن هذا؟ معنى حبرته لك تحبيرا يعني حسنت صوتي به، فهذا دليل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. والحديث ورد مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حسن الصوت بالقرآن وكان يقوم من الليل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم من عند بيته وسمع صوته بالقرآن بحسن صوته رضي الله عنه، فوقف يستمع، فقال له في الصباح: لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة. قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لحصنته بصوتي تحسينا لما أعطاه الله من حسن الصوت. أخذ العلماء من هذا أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، لأن هذا أبلغ في التأثير وفيه تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة دائمة التشاجر مع زوجها وخصوصا في السفر، علما بأن هذا السفر غالبا ما يكون لأداء عمرة أو حج، فتقوم برفع صوتها على الزوج وهي محرمة، فما حكم هذا العمل؟ مأجورين. يحرم عليها أنها ترفع صوتها على زوجها، ولا سيما إذا كانت محرمة وفي عبادة، وهذا يخالف حسن العشرة بين الزوجين. عليها أن تتأدب مع زوجها، أن تحسن من أخلاقها، وأن تحسن من معاملتها مع زوجها بالقول والفعل، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للشخص أن يبحث عن زوجة عقيم لتكون زوجة له، لأن لديه الذرية الكثيرة من زوجته الأولى؟ مأجورين. لا ينبغي له أن يبحث عن المرأة العقيم، قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا يقول: أنا عندي أولاد كثيرون، لأنه لا يدري متى، ربما يعتريهم الموت والفناء ولا يبقى عنده أحد. وأيضا كثرة الأولاد مطلوبة ليكثر جمع الأمة وسواد الأمة بذلك، ورزقهم على الله، لا يتأثر بالدعاية الباطلة التي تقول تحديد النسل خوف الفقر، إن هذه دعاية غربية ماكرة. المسلمون يكثرون من النسل ما استطاعوا، لأن في ذلك تكثيرا للأمة وإرهابا للعدو. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة فضيلة الشيخ تقول: قبل رمضان كنت أتحرى أطهر برؤية القصة البيضاء وأجدها وأغتسل وأصلي، أما في رمضان فأنا لا أنتظر، إنما أغتسل وأصوم حتى لا أقضي يوما من رمضان، فما حكم عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟ عمل هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تصوم حتى ينقطع الدم. إذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر فإنها تصوم، تتسحر وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. وأما أن تصوم والدم لم ينقطع ولو بقي منه يسير، فإن صومها لا يصح. إذا دخلت في شيء من نهار الصوم وعليها دم، إن صومها غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال. يقول هذا السائل: مصلي يا شيخ دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إذا كان يعرف أو يتوقع أن خلفه من يأتي، إنه ينتظر، يصلوا جماعة، لأن الجماعة فاتت على الصحيح. وأما إذا كان لا يتوقع أحدا يأتي، فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، ولا يفوت عليه الأجر بمتابعة الإمام فيما بقي. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.